السلام عليكم دكاتره تانية ثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اتمنى تكون استفدت من الفيديو اللي فات بتاع الهار، وحفظت الهار جدا جدا جدا، ورسمت السيركيوليشن وحفظت اسامي الهارت كلها، علشان الفيديو ده هنكمل فيه درس الترانسبورت في الهيومن. درس سهل، درس لذيذ، وهندرس فيه البلود فيزل والبلود. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي ونستحضر النيه في المذاكره ونشوف السيشن بتاعتنا بتقول ايه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اتفقنا السيشن اللي فات ان احنا عشان نعمل ترانسبورت سيستم محترم للهيومن محتاجين كام حاجه؟ ثلاث حاجات. مواسير تلف الجسم كله. كان المواسير دي اسمها ايه؟ كان اسمها فيزل. محتاجين مواسير تلف الجسم كله اسمها فيزل. وعشان احنا بنتكلم على السيركيولاتوري سيستم هكتبها بس سيركيولاتوري سيستم، فالمواسير بتاعتي اسمها بلود فيزل. انا بتكلم على السيركيولاتوري سيستم، فالمواسير بتاعتي اسمها بلود فيزل. مهم مش مهم؟ عادي، كبر دماغك، اهم حاجه ان هي فيزل. طيب ده اول ايتم. تاني ايتم عشان تعمل ترانسبورت سيستم محترم كان البلود، اللي هو ماشي الفلويد اللي ماشي جوه الفيزل، البلود. طيب ثالث حاجه علشان تعمل ترانسبورت سيستم محترم حاجه تحرك البلود، وده كان خير اللهم اجعله خير، الهارت ابو اربع اوض. انت من السيشن اللي فاتت المفروض تبقى حافظ الهارت، والهارت فيه اربع موضوعات بس، اربع موضوعات بس اتاكد ان انت عارفه. شكل القلب عامل ازاي، والتركيب بتاعت القلب اللي هو الاتريوم والفنتركل، الليفت ورايت، باي كاسبيد وتراي كاسبيد، والسيميليونر فالف، اللي داخل فين اللي خارج ارتري. ده كلام السيشن اللي فاتت. طيب تاني حاجه تعرفها عن الهارت اللي هو السيستول والدايستول. السيستول والدايستول، ايه اللي مفتوح وايه اللي مقفول، ايه اللي عامل كونتراكشن وايه اللي عامل ريلاكسيشن. اخر حاجه تعرفها عن الهارت الهارت بيت، الكهرباء بتاعه الهارت ماشيه ازاي. دي الاربع معلومات بتاعه الهارت. طيب تاني حاجه هنتكلم عنها في الدرس بتاعنا هي البلود فيزل. وخلي بالك خلي بالك، هل في ناس اتكلمت قبلنا في البلود فيزل ولا لا؟ جه في القرن العاشر واحد خير اللهم اجعله خير اسمه ابن النفيس. ولو الاسم مش غريب عليك فهو ايوه الاسم مش غريب عليك، عشان ده كان عالم من علماء المسلمين او من علماء العرب زمان. اصل خير اللهم اجعله خير العرب زمان زمان كانوا متطورين وكانوا مسابقين الدنيا كلها في العلوم كلها، فالعرب كان ليهم بصمه في مجالات كتيره من ضمنها الطب. فابن النفيس كان ليه بصمه في مجال الطب او في المجال اللي احنا بنتكلم فيه، وهو كان اول واحد اتكلم على البلود سيركيوليشن. ابن النفيس كان اول واحد اتكلم في البلود سيركيوليشن اتكلم. طيب بعد سبع قرون، بعد سبع قرون جه واحد اسمه ويليام هارفي. ويليام هارفي درس او وصف اللي هو ايه، اول واحد يوصف البلود سيركيوليشن كامله صح. ويليام هارفي اول واحد يوصف البلود سيركيوليشن او ازاي يلف الدم بيلف في الجسم كله، يعني بيخرج من الهارت يرجع للهارت تاني. كان ويليام هارفي كان اول واحد اكتشف الكلام ده او اول واحد وصف الكلام ده. هل اسم العالمين دول مهمين وبيجوا في الاسئله؟ لا، انت عرفهم لنفسك. فل فل، تعالى بقى نبدا السيشن بتاعتنا اللي بتتكلم على البلود فيزل. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على البلود فيزل. طب هل احنا عارفين البلود فيزل؟ انا مش هقول حاجه جديده. ازاي؟ مش احنا السيشن اللي فاتت كنا بنقول اي حاجه داخله القلب اسمها فين، واي حاجه خارجه من الهارت اسمها ارتري. يعني انا خدت البلود فيزل، هم دول البلود فيزل، الارتري والفين. يعني انا خير اللهم اجعله خير عندي كام بلود فيزل؟ اتنين. اللي خارج من الهارت اسمه ارتري. تعرف ايه عن الارتري؟ كان خارج من الهارت رايح لفين؟ قال لك رايح للجسم كله، لقول بودي، خارج من الهارت رايح لكل الجسم. الارتري خارج من الهارت رايح لكل الجسم، ده اول واحد اعرفه. طب تاني واحد اعرفه هرسمه بالازرق.
تاني واحد اعرفه اسمه فين. فين. طب الفين كان جاي منين لفين؟ قالك الفين كان داخل الهارت. الفين كان داخل الهارت. اعمل بقى بالازرق بقى. بالهارت الاهي. الفين كان داخل الهارت. طب جاي منين؟ قالك جاي من كل البادي. من قول بادي. اهو اهي عندي كام بلاد فيزل؟ اتنين. اسمهم الارتري خارج من الهارت رايح للاول بادي، والفين خارج من اول بادي رايح للهارت. الطريق بتاعهم معروف. والله الطريق بتاعهم مهم. الطريق بتاعهم مهم. وخلي بالك اي حاجه هنستنتجها هنستنتجها بسبب الاتنين دول. حلو حلو. دي اول معلومه اعرفها عن الارتري والفين. تعرف معلومه كمان؟ اعرف. ايه هي؟ ان الارتري شايل اكسجين. الارتري شايل اكسجين. كاري اكسجين. والبلد لما يبقى شايل اكسجين هيبقى اسمه، هكتبها بالاخضر. فين؟ بالاخضر. لو البلد شايل اكسجين هيبقى اسمه اكسجينيتد بلد. الارتري شايل اكسجين. البلد اللي في الارتري فيه اكسجين. البلد اللي في الارتري فيه اكسجين. علشان كده الارتري بديله لون برايت ريد. البلد في قلب الارتري بيبقى برايت ريد، احمر فاتح، عشان كده بنرسمه باللون الاحمر. تعرف ايه عن الارتري؟ خارج من الهارت رايح لكل الجسم. خارج من الهارت رايح لكل الجسم وشايل اكسجين او شايل اكسجينيتد بلد. شايل اكسجين او شايل اكسجينيتد بلد. طب تعرف ايه عن الفين؟ قال لك خير اللهم اجعله خير. الفين داخله الهارت وجايه من الجسم كله. طب شايله ايه؟ شايله كربون دايكسايد CO2. كاري كربون دايكسايد. الفين شايله كربون دايكسايد. والبلد اللي شايل كربون دايكسايد بقول عليه دي اكسجينيتد. اكسجينيتد بلد. دي اكسجينيتد بلد. دي اكسجينيتد بلد. دي اكسجينيتد بلد. يعني ايه دي اكسجينيتد بلد؟ يعني بلد ما فيهوش اكسجين، يعني فيه كربون دايكسايد. ما البلد بيبقى فيه حاجه من اتنين. انا بتكلم على الجازز. البلد بيبقى فيه حاجه من اتنين، يا اكسجين يا كربون دايكسايد. يعني قلت لك لو ما فيش اكسجين يبقى فيه كربون دايكسايد، لو ما فيش كربون دايكسايد يبقى فيه اكسجين. ما فيش غير الاتنين دول. فالبلد اللي شايل كربون دايكسايد اسمه دي اكسجينيتد بلد. بلد ما فيهوش اكسجين. والبلد لما يبقى فيه كربون دايكسايد بيبقى دارك ريد. عشان كده احنا بنرسمه بلو اللي هو احمر مزرق. فل. تعرف ايه عن الارتري؟ خارج من الهارت رايح للجسم كله وشايل اكسجين او اكسجينيتد بلد اللي هو لونه احمر فاتح. طب تعرف ايه عن الفين؟ جاي من اول بادي رايح للهارت وشايل كربون دايكسايد. شايل كربون دايكسايد او دي اكسجينيتد بلد. فل فل. طب ايه الكلمه الرخمه اللي بتعكس؟ هعملها بالموف. في كلمه رخمه اول لما بشوفها بعكس الوظيفه. في كلمه رخمه اول لما بشوفها بعكس الوظيفه اللي هي ايه؟ كلمه بالمونري. كلمه بالمونري ارتري شايله كربون دايكسايد. لما تشوف كلمه بالمونري تعكس. لما تشوف كلمه بالمونري تعكس. لما تشوف كلمه بالمونري تعكس. طب لو شفت بالمونري فين؟ بالمونري فين. بص انا حافظ كلمه
فين شايله كربون دايوكسيد. لو شفت كلمه بالمونري بعكس تبقى شايله اكسجين. بشوف كلمه بالمونري بعكس، بشوف كلمه بالمونري بعكس. ليه؟ هي كلمه بالمونري بتعكس. لحد ما ناخد الدرس بتاع السيركيوليشن هتفهم ليه، بس كلمه بالمونري بتعكس. حلو. تعرف ايه عن الارتري؟ خارج من الهارت رايح للجسم كله، شايل اكسجين او اكسجينيتد بلاد، ابو لون احمر. ولو لقيت كلمه بالمونري يبقى الارتري شايل كربون دايوكسيد. لو لقيت كلمه بالمونري يبقى الارتري شايل كربون دايوكسيد. ما تحفظش الجمله دي، احفظ بس اكسجين. فل فل. طيب تعرف ايه عن الفين؟ جاي من الجسم كله هيتجمع فيه الهارت. طب شايل ايه؟ شايل كربون دايوكسيد او دي اكسجينيتد بلاد، الدم اللي لونه ازرق او احمر مزرق. طب لو لقيت كلمه بالمونري تعكس، بالمونري فين شايله اكسجين، بالمونري فين شايله اكسجين. انا ليه بقول لك المعلومه دي؟ عشان هيجي لك سؤال، استنى تعال نمسح ده. هيجي لك سؤال يقول لك which of the following، which of the following carry اكسجين. مين في دول شايل اكسجين؟ والاختيارات بتاعتي superior vena cava، inferior vena cava، renal vein، pulmonary vein. تعال نعمل نحل بالاخضر. السؤال بيجي كده which of the following carry oxygen، مين في دول معاه اكسجين؟ بص انا ما بعتمدش، انا لما بشوف الاختيارات كل اختيار بشوفه معاه اكسجين ولا معاه كربون دايوكسيد. ازاي؟ السوبيريور فينا كيفا، هو ده ارتري ولا فين؟ فينا كيفا ده اكبر فين، الفينا كيفا فينا كيفا اكبر فين، وانا حافظ الفين شايل كربون دايوكسيد، السوبيريور فينا كيفا شايله كربون دايوكسيد. طب الانفيريور فينا كيفا؟ الفينا كيفا ده اكبر فين، الفينا كيفا ده اكبر فين، والفين شايل كربون دايوكسيد. طب بص الكلمه دي رينال فين، ايه كلمه رينال دي؟ والله ما اعرفش ومش في الدرس بتاعتي، ما اعرفهاش ما اعرفهاش ما اعرفهاش، فاشطب عليها اكنك مش شايفها. كلمه فين، كلمه فين، كلمه فين شايله كربون دايوكسيد ولا اكسجين؟ شايله كربون دايوكسيد. ناقص لنا ايه؟ بالمونري فين. فين يعني كربون دايوكسيد، كلمه بالمونري بتعكس، يعني الفين شايل اكسجين اكنه ارتري. الاجابه اهي. انا بعرف الاجابه ازاي؟ بشوف كل حاجه شايله هي كربون دايوكسيد ولا اكسجين. فل. لو لقيت كلمه بالمونري فين شايله اكسجين، بالمونري ارتري شايله كربون دايوكسيد. كلمه بالمونري بتعكس الفانكشن اللي انت حافظها، كلمه بالمونري بتعكس الفانكشن اللي انت حافظها. فل. قشطه قشطه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تاني معلومه احب اعرفها عن الارتري والفين، برضو معلومه انت عارفها، هو الارتري رايح منين لفين؟ الارتري رايح من الهارت لأول بادي. الهارت استنى بس معلومه كمان، ما هقول لك بس معلومه. لما انا بقول لك اول بادي انا اقصد اي حاجه غير الهارت، يعني اللنج تعتبر في الاول بادي، العين اول بادي، الرينال او الكدني اول بادي، البطن اول بادي، كل حاجه اول بادي. فلما اقول من الهارت للاول بادي محدش يقول لي واللنج، ما هي اللنج تبع الاول بادي. وانا لما اقول من الاول بادي للهارت محدش يقول لي طب واللنج، ما هو اللنج تبع الاول بادي. نكمل. الارتري خارج من الهارت رايح للاول بادي، هو الهارت ده كام واحد؟ واحد بس. طب اول بادي اماكن كتيره، فالارتري اللي خارج من الهارت لازم يتوزع. الهارتري اللي خارج من الارت الارتري اللي خارج من الهارت لازم يتوزع. هنعملها بالاخضر. ايوه يتوزع، لازم الهارتري يتوزع.
ليه؟ عشان هو خارج من الهارت رايح للجسم كله، فلازم اوزعه على الجسم كله. يعني ايه؟ يعني الهارت خارج منه ارتري واحد، يعني احنا ماشيين كده، احنا ماشيين كده، الارتري طول ما هو ماشي عمال يتوزع، اتقسم لتو برانش اهو. طب والتو برانش دول وهم ماشيين هيتقسموا لكمان تو برانش. انا عمال اعمل ايه؟ طول ما انا ماشي عمال اوزعه. الارتري بيتوزع، الارتري بيتوزع، يعني ايه بيتوزع؟ يعني بيحصل له برانشنج. الارتري بيتوزع يعني بيحصل له برانشنج، الارتري بيتوزع يعني بيحصل له برانشنج، الارتري بيتوزع يعني بيحصل له برانشنج. حلو حلو. طب هو ليه بيتوزع؟ هو سألك ليه الارتري بيحصل له برانشنج؟ because it comes out from heart to all body. بس كده خلاص، ما هو هيفهم ان الهارت حاجة واحدة والأول بادي حاجات كتيرة، فطبيعي لو انا رايح من حاجة واحدة الحاجات كتيرة هتوزع. لو انا معايا رغيف عيش، لو انا معايا رغيف عيش عايزين نقسمه على علينا كلنا، هعمل ايه؟ هقطعه واوزعه، هقسمه من الاخر، هقسمه، عملت له برانشنج. الارتري بيتقسم بيحصل له برانشنج. طب الفين؟ قالك لا ركز بعد اذنك، الفين جاي من الجسم كله للهارت، يعني جاي من مناطق كتير هيتجمع في منطقة واحدة. شوف انا قلتها، هيتجمع في منطقة واحدة. يعني الفين معنى كده بيتوزع ولا بيتجمع؟ بيتجمع، بيتجمع. يعني ايه بيتجمع؟ يعني بيحصل له كوليكتنج. ازاي ازاي ازاي؟ هو مثلا جاي من العين، جاي من العين وجاي من البرين، برين، ما دي برين مش عارف ارسمها، جاي من العين وجاي من البرين وجاي من اللنج مثلا، مش دي اماكن مختلفه كتيره؟ اه خلاص يا باشا. وهو جاي من العين هيتجمع مع اللي هو جاي من البرين، هيتجمع مع اللي هو جاي من اي منطقه تانية، عمال يحصل له كوليكتنج، عمال يتجمع عشان هيخش في الهارت في الاخر، عمال يتجمع عشان هيخش في الهارت في الاخر. اصبر اصبر هرسمها لك تانية. انا كان مثلا عندي اتنين فين، فجأة وهم ماشيين اتحولوا لفين واحد، فجأة وهم ماشيين اتحولوا لفين واحد، حصل لهم كوليكتنج. تعرف يعني الارتري؟ الارتري بيتوزع خارج من الهارت يتوزع. طب الفين داخل الهارت عشان كده لازم يتجمع، داخل الهارت يتجمع، داخل الهارت يتجمع، يحصل له كوليكتنج. حلو حلو. اسال بقى سؤال، نمسح السؤال الاولاني ده، اسال سؤال تاني، ركز معايا في السؤال ده بقلبك بقلبك. هو ده ارتري ولا فين؟ ده ارتري ولا فين؟ قلت ارتري اجابتك غلط، قلت فين اجابتك غلط. ايه ده؟ هو مفيش اجابه للسؤال ده؟ لا في اجابه. هتلاقي في ناس قالت هو الدم ماشي ازاي؟ لو الدم ماشي كده، لو البلاد ماشي كده، امشي معايا كده، هيجي هنا ويتوزع شمال يتوزع يمين. ايه ده؟ الدم بيتوزع. لو انا ماشي كده هتوزع، يعني انا ارتري ولا فين؟ ارتري. طب الارتري شايل ايه؟ شايل اكسجين. طب استنى استنى استنى، لا هسيبها زي ما هي، هعمله باللازر. طب لو انا ماشي كده في الاتجاه ده، لو انا ماشي في الاتجاه ده، بص انا كنت ماشي لوحدي، فجاه لقيت حد جه مشي معايا، فجاه لقيت حد جه مشي معايا، لو انا ماشي في الاتجاه ده يبقى انا بتوزع ولا بتجمع؟ بتجمع. لو انا ماشي في الاتجاه ده انا بتجمع، بتجمع يعني فين، يعني شايل كربون دايوكسيد. بص على اتجاه الدم بعد اذنك، بص على اتجاه الدم بعد اذنك. لو انا سالتك سؤال هو ده ارتري ولا فين، لو ده ارتري ولا فين اعرفه بطريقتين. الارتري بعرفه بطريقتين، ايه هما؟ حاجه رايحه الهارت اسمها فين،
حاجة جاية من الهارت اسمها أرتري، حاجة رايحة الهارت اسمها فين، حاجة جاية من الهارت اسمها أرتري. يعني أنا لو شايف الهارت هحدد فين الأرتري وفين الفين. طب لو أنا مش شايف الهارت زي الرسمة اللي قدامي، بص على اتجاه الدم، لو بيتوزع يبقى أرتري، لو بيتجمع يبقى فين. بعرف الأرتري والفين من حاجتين لحد دلوقتي، هو داخل الهارت ولا خارج من الهارت، هو بيتوزع ولا بيتجمع. اتفقنا؟ يلا نكمل. لو ما فهمتش الحته دي هتفهمها في الاسئله اكتر، بس ان شاء الله ان شاء الله انت فاهمها، ما تقولش انك مش فاهمها، انت فاهمها. لو مش فاهمها ارجع تاني بعد اذنك، رجع الخمس دقايق دول بعد اذنك. نرجع تاني للبلاد فيزل والارتري والفين، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب انا مسحت المعلومات، ممكن بقى بعد اذنك تسمع معايا او تحفظ معايا او تراجع معايا. معلش معلش انا رخم، معلش. تعرف يعني الارتري خارج من الهارت رايح للجسم كله، علشان كده بيتوزع. خارج من الهارت رايح للجسم كله علشان كده بيتوزع، يعني بيحصل له برانشنج. شايل ايه؟ اكسجين. الارتري شايل ايه؟ شايل اكسجين. يعني شايل بلاد اكسجينيتد ولا دي اكسجينيتد؟ شايل اكسجينيتد بلاد. ولو لقيت كلمه بالمونري بتعكس بالمونري ارتري، شايله كربون دايوكسيد. خلصنا الارتري. الفين، تعرف يعني الفين؟ خارج من اول بادي رايح للهارت، عشان كده بيتجمع بيتجمع. طيب الفين شايل ايه؟ شايل كربون دايوكسيد. الفين كاري كربون دايوكسيد، يعني اكسجينيتد بلاد ولا دي اكسجينيتد بلاد؟ دي اكسجينيتد بلاد، دي اكسجينيتد بلاد. طيب الفين لو لقيت كلمة بالمونري فين، البالمونري فين بتعكس الأكسجين والكربون دايوكسيد. كلمة فين يعني كربون دايوكسيد. لو لقيت كلمة بالمونري، بالمونري فين شايلة أكسجين، بالمونري فين شايلة أكسجين. حلو حلو. طب تعالى برضو نقول معلومة ليها علاقة ان هي خارجة من الهارت. انت فاكر المرة اللي فاتت قلت لك البريشر بتاع الهارت قد ايه؟ البريشر بتاع الهارت، البريشر بتاع الهارت كان 120 على 80. البريشر بتاع الهارت كان 120 على 80. 120 ده كان السيستول، وال80 ده كان الدايستول. قشطه فل. طيب تعالى بقى نمسح الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. انا دلوقتي كارتري خارج من الهارت، خارج من الهارت، تتوقع البريشر بتاعي عالي ولا قليل؟ الارتري خارج من الهارت فالبريشر بتاعه بيبقى عالي. الارتري عنده هاي بريشر. طب البريشر بتاع الارتري كام؟ مش هو خارج من القلب؟ البريشر في القلب 120 80، يبقى البريشر في الارتري 120 80 بشرط، بشرط كل لما ببعد عن الهارت كل لما البريشر بيقل، كل لما ببعد عن الهارت كل لما البريشر بيقل. دلوقتي الارتري خارج من الهارت عشان كده هو هاي بريشر. When we move away from heart البريشر بيقل، عنده هاي بريشر بيقل كل ما ببعد عن الهارت. الارتري عنده هاي بريشر بيقل كل ما ببعد عن الهارت. فكك من المعلومة، عنده هاي بريشر. حوالي كام؟ 120 او 80. 120 او 80 فل فل. طب الفين، قالك الفين خارج من اورجان، والاورجانز ما فيهاش بريشر. الاورجانز اللي الفين خارج منها الاول بادي ما بيعملش بريشر، يعني ما بيحركش الدم. ما هو لازم تعمل بريشر عشان تحرك الدم. دلوقتي مين اللي بيعمل بريشر؟ الهارت. في حاجه تانية غيره بتعمل بريشر؟ لا. فالفين اللي خارج من الاول بادي مش معاه بريشر، مش معاه بريشر، فالبريشر بتاعه بيبقى لو. الفين عنده لو بريشر. تتوقع كام؟ اتوقع البريشر بتاعه 15 ملي متر ميركري.
اتوقع البريشر بتاع الفين 15 ملي متر ميركري. تعرف يعني الارتري خارج من الهارت عشان كده عنده هاي بريشر، خارج من الهارت عشان كده عنده هاي بريشر 120 او 80. طب الفين داخل الهارت، لا فكك، جاي من الاورجنز اللي ما فيهاش بريشر، هو جاي من الاورجن اللي ما فيهاش بريشر، ففي حاجه بتزقه؟ لا مفيش حاجه بتزق البلط فيه، فالبلط بريشر اللي فيه 15 ملي متر ميركري، ده بتاع الفين، ده الضغط بتاع الفين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب تخاف على مين اكتر؟ تخاف على مين اكتر يتعور؟ تخاف على مين اكتر يتعور؟ تخاف على مين اكتر انه يتعور؟ مين اللي تخاف عليه انه يتعور، الارتري ولا الفين؟ انا اقول لكم قبل ما اجاوبك على السؤال، قبل ما اجاوبك على السؤال، تخيل معايا، تخيل معايا خرطوم ميه، خرطوم ميه حطيته في الحنفيه وشغلت الحنفيه على الاخر، فالبريشر جوه الخرطوم كان عالي قوي 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 قوي، وجبت دبوس ورحت جاي خارم الخرطوم، تتوقع هنتغرق ولا لا؟ ده احنا بص احنا لو حد شافنا هيبلغ عننا البوليس بسبب ان الخرم اللي في الخرطوم ده غرق الدنيا كلها. ليه؟ عشان هو كان هاي بريشر، الخرطوم ده كان هاي بريشر. طب تتوقع عن نفس الخرطوم بس انا خليت الحنفيه تنقط، خليت البريشر قليل قوي وخرمت نفس الخرطوم، ايه اللي هيحصل في الخرطوم؟ الخرطوم هينقط، هينقط، يعني ممكن اصلا ما يحصلوش حاجه عشان البريشر قليل. فمعنى كده ان اجابه السؤال ده هتعتمد على ايه؟ انت تخاف تعور ايه؟ هتعتمد على البريشر. اللي عنده بريشر عالي انت تخاف تعوره، اللي عنده هاي بريشر انت تخاف تعوره. ليه؟ عشان لو تعور هيبهدل الدنيا، لو تعور هيبهدل الدنيا، ماسوره ميه ضربت. طب الفين؟ لا لو تعور مش هيبهدل الدنيا عشان عنده لو بريشر. فتخاف على مين؟ تخاف على الارتري مش على الفين. شفت قبل كده اضحيه العيد؟ العيد هنذبح خروف مثلا، فالجزار بيمسك السكينه ويبدا يسمي الله ويذبح الخروف، قشطه. اول لما يذبح الخروف، الخروف بينزل دم عادي في حته كده، في حته اول لما يوصل لها تلاقي الدم نطر من الخروف، هي دي الارتري اللي فيها دم هاي بريشر، اول لما بتلمسها بتطلع دم، هي بتتلكك عشان تطلع دم. فالارتري بخاف اعوره علشان هو هاي بريشر، الفين لا. علشان كده بلاقي الارتري في جسمي مختفيه في العضلات، بارد اندر ماسل. الارتري اللي في جسمي اللي انا بخاف عليها تتعور بتبقى مستخبيه تحت العضله، مستخبيه تحت الاورجن، ما بتبقاش سوبرفيشال للسكن. يعني ايه سوبرفيشال للسكن؟ يعني جنب السكن. الارتري عشان بخاف عليه بيبقى بارد اندر المصل. اما الفين بخاف عليها؟ لا مش بخاف عليها قوي، تبقى او مش كلها بقى، ممكن الاقيها سوبرفيشال، سوبرفيشال او نير السكن، سوبرفيشال او نير السكن، سوبرفيشال او نير السكن. فل قشطه. تعرف يعني الارتري خارج من الهارت يتوزع، عنده هاي بريشر، وعشان عنده هاي بريشر انا بخاف عليه يتعور فبخبيه تحت العضلات، ده الارتري. طب الفين؟ لا الفين ما بخافش عليه يتعور عشان هو عنده لو بريشر، فممكن احطه نير السكين عادي، الفين ممكن اشوفه من الجلد، الارتري لا، في مناطق بشوف الارتري والفين عادي، بس انا بقول لك لو حته فيها عضلات تلاقي الارتري مستخبيه تحت العضلات. ليه؟ عشان بخاف عليها تتعور. حلو حلو. طب استنى 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 استنى، انا في كلمه عايز ازودها هنا، هي في حته صغيره الحمد لله عايز ازودها. لو انت مسكت الارتري اللي هو لو انت حطيت ايدك على الارتري هتحس بايه؟ هتحس ان الارتري بينبض. الارتري لو انت حطيت ايدك عليه هتلاقيه بينبض بلسطايل.
طل ستايل يعني بينبض. هو ليه بينبض؟ يعني انا بص، هو اشهر ارتري تحط ايدك عليه، حط ايدك كده وبعد اذنك وانت بتحط ما تحطش ايدك على الناحيتين، حط ايدك على ناحيه واحده بس. ليه؟ مش مهم، مش هقول لك، بس حط ايدك على ناحيه واحده بس. المهم اول ما تحط ايدك على ناحيه واحده، حط ايدك على رقبتك كلها عادي، هتلاقي في حاجه بتضرب تحت ايدك، ما تتكلمش. الحاجه دي بقى هي الارتري. الارتري تلاقيه بينبض تحت ايدك. طب هو ليه بينبض؟ كابتن، مش هو خارج من الهارت؟ الهارت عنده هاي بريشر، فهو كان عنده هاي بريشر. طب مش الهارت عمال ينبض؟ مش الهارت عمال ينبض؟ يبقى هو عمال ينبض زي الهارت، هو بيعمل كل حاجه زي الهارت. الارتري خارج من الهارت فعنده هاي بريشر وبلسطايل عمال ينبض. انا لما بحسه بينبض، انا لما بحسه بينبض. فل قشطه. طب الفين؟ قال لك الفين خارج من الاول بادي. الفين خارج من الاول بادي. طب الاول بادي عنده بريشر؟ لا. طب الاول بادي بلسطايل؟ الاول بادي بيكونتراكت اند ريلاكس كده؟ لا. يبقى الفين تتوقع ايه؟ تتوقع ان هو، نمسح بس كلمه نير، ان هو نوت بلسطايل. بلسطايل يعني بينبض شبه الهارت. نوت بلسطايل يعني مش بينبض شبه الهارت. قشطه. تعرف يعني الارتري لحد دلوقتي؟ تعرف يعني، لا مش عايز لحد دلوقتي، انا عايز الحته دول بس. تعرف يعني الارتري؟ الارتري خارج من الهارت رايح للجسم كله، فعشان خارج من الهارت رايح للجسم كله لازم يتوزع. يتوزع؟ اه. تاني معلومه، خارج من الهارت ابو هاي بريشر، يبقى هو يخرج هاي بريشر. خارج من الهارت اللي بينبض، يبقى هو لازم ينبض. طب الفين، الفين الفين داخل الهارت فلازم يتجمع. يتجمع؟ اه. طيب جاي من كل البادي، وكل البادي الاورجنز ما بتنبضش، فعندها لو بريشر ونوت بلسطايل. عندها لو بريشر ونوت بلسطايل. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا ما عنديش، انا ما عنديش دلوقتي، لما اروح الجيم هيبقى عندي. في فينز كده بتطلع في الايد، الرجاله هي اللي عارفاها، اللي هي مش مهم خلاص. في فينز كده، في عروق بتطلع في الايد، لو انت حطيت صباعك عليها هتتقفل معاك ومش هتلاقيها بتنبض. مش هتلاقيها بتنبض، يبقى هي ارتري ولا فين؟ ما بتتحركش تحت ايدي، تبقى فين، نوت بلسطايل. طب لو حطيت ايدك هنا، لو حطيت ايدك هنا، لو حطيت ايدك هنا هتحس بحاجه بتنبض تحت ايدك، فدي اسمها ارتري عشان بلسطايل. وخلي بالك البلس هي مع الهارت، يعني كل هارت بيت قصادها بلس، كل هارت بيت قصادها بلس. عشان كده تلاقي الدكتور مسك الساعه وعمل مسك بايده كده، عمل كده وفضل عينه على الساعه. ها انت بقى بتقول ايه؟ هو في الساعه حاطط صباعه على الارتري وعمال يعد 1 2 3 4 5 6 7 وعمال يعد ومستني الدقيقه تخلص عشان يقول لك انت نبضك 70 نبضه في الدقيقه. معنى كده ان الهارت بيت بتاعك 70 مره في الدقيقه. انت ازاي بتعرف الهارت بيت؟ بتشوف البلس بتاعك كام. حط ايدك وحط حط ايدك هنا وامسك الستوب واتش بتاعتك. ابدا الستوب واتش 1 2 3 4 5 لحد ما تكمل دقيقه. ده عدد البلس بتاعتك في عدد الهارت بيت بتاعتك. قشطه. فل. حد عنده اعتراض؟ لو انا مسكت حاجه ما عملتش بلس تبقى فين، طب لو مسكت حاجه عملت بلس تبقى ارتري. فل. قشطه. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا سيدي، انا مسحت برضو الكلام، يلا نراجع مع بعض، يلا نراجع مع بعض اللي احنا قلناه عن الارتري والفين. لازم نحفظ مع بعض، مفيش وقت. صل على النبي. تعرف ايه عن الارتري؟ خارج من الهارت رايح للجسم كله، هيتوزع ولا يتجمع؟ يتوزع للجسم كله، فيحصل له برانشنج. الارتري شايل ايه؟ شايل اكسجين او اكسجينيتد بلد. الارتري شايل اكسجين او اكسجينيتد بلد. طيب
لو لقيت كلمة بالمونري تعكس بالمونري ارتري، بالمونري ارتري شايل كربون دايوكسيد، ودي اول بورد او اول سلايد. طب السلايد اللي بعدها، الارتري خارج من الهارت ابو هاي بريشر، يبقى الارتري لازم يبقى هاي بريشر 120 او 80، وكل ما ابعد عن الهارت كل ما البريشر بيقل. طيب الارتري خارج من الهارت، اللهم صل على النبي، لا في حاجه نسيناها، الارتري خارج من الهارت ابو هاي بريشر فخاف يتعور، فاعمله باريت في المسل، ادخله تحت المسلز. اخر حاجه الارتري خارج من الهارت اللي بينبض، فالارتري كمان بينبض، اسمه بالساتايل، بيعمل بالس. طب تعرف ايه يعني الفين؟ الفين جاي من الجسم كله رايح للهارت، يتوزع ولا يجمع؟ يتجمع، يتجمع، يحصل له كوليكتنج، شايل ايه؟ كربون دايوكسيد. ولو لقيت كلمة بالمونري تعكس بالمونري فين شايلة اكسجين، تمام. ده اول سلايد. تاني سلايد، الفين خارج من اول بادي، يبقى عنده هاي بريشر ولا لو بريشر؟ لو بريشر، 15 مليمتر ميركري. طيب الاول بادي بينبضوا ولا لا؟ لا ما بينبضوش، فيبقى نوت بالساتايل. طب اللو بريشر ده يخليني اخاف عليها تتعور ولا لا؟ لا، فممكن تبقى سوبرفيشال للسكن، ممكن تبقى ناحيه السكن. حتى بنشوفها، ممكن نشوفها في رجلينا في الدوالي، لو حد عنده دوالي هتلاقي عروق زرقاء كده ماشيه، هي دي الفينز. فل فل. تعال بقى نتكلم على معلومه تانية. الهارت اهو، الهارت اهو في نص الجسم، الهارت اهو في نص الجسم، مش مهم نص الجسم اللي فوق، انا بتكلم على نص الجسم اللي تحت اللي هو الصباع مثلا، صابع رجلي، انا بتكلم على نص الرجل اللي تحت اللي هي صابع رجلي. وبعد اذنك اسالك سؤال، هو الارتري هيمشي منين لفين؟ هيمشي من الهارت لصباع رجلي. عنده مشكله ولا لا؟ الارتري ما عندوش مشكله يروح في اي مكان، الارتري هاي بريشر ما عندوش مشكله يطلع فوق او ينزل تحت. ليه؟ عشان هو هاي بريشر. وحتى لو مش هاي بريشر، الارتري النازل لتحت مع الجاذبيه عادي، مش حوار. طب الفين، قال لك الفين طالع من رجلي للهارت، الفين طالع من رجلي في الها... طالع من رجلي للهارت، يعني طالع ابورد دايركشن، طالع ابورد دايركشن اجينست الجرافيتي. طب البريشر بتاعه كان كام؟ كان 15 مليمتر ميركري. الفين طالع لفوق اجينست الجرافيتي ببريشر قليل، هل نعرف نطلع الدم؟ لا ما نعرفش الدم. بص بص بص، ادي الفين اهو، الفين رايح ناحيه الهارت فطالع لفوق، كل ما حبه بلد يطلعوا الجرافيتي تنزلهم لتحت، كل ما حبه بلد يطلعوا الجرافيتي تنزلهم لتحت، كل ما حب... ليه الجرافيتي بتنزلهم لتحت؟ ليه الجرافيتي بتنزلهم لتحت؟ عشان هو لو بريشر. انت عارف لو هاي بريشر يطلع عادي زي الصاروخ، لكن هو لو بريشر، فكل ما بطلع حبه دم الجرافيتي توقعهم، كل ما بطلع حبه دم الجرافيتي توقعهم. انا بقى عايزك انت تقول لي ازاي اطلع الدم ما ينزلش، ازاي اخلي الدم يطلع ما ينزلش بالبريشر القليل ده، ازاي اخلي الدم يمشي في وان دايركشن اند بريفنت الريتيرنينج باك، ازاي اخلي الدم يمشي في اتجاه واحد وامنع ان هو يرجع تاني. شكرا لو انت قلت كلمة فالف، فالف ربنا خالق في الفين فالف، ربنا خالق في الفين فالف، فالف كتير، فالف كتير، فالف كتير. ليه؟ عشان الدم يعرف يطلع براحته. طب يجي ينزل الفالف هيقول له لا مش هنزلك، فروح جاي طالع حبة كمان يجي ينزل الفالف يقول له لا مش هنزلك، فيطلع حبه كمان يجي ينزل الفالف هيقول له لا مش هنزلك. فبالرغم
بالرغم من ان الفين عنده لو بريشر وماشي عكس الجاذبية، بس ربنا خلق له فالف. فالف اخرها كلمة فين. ليه؟ تو بريفنت الباك فلو. فالفين اللي عنده فالف هيطلع الدم في دايركشن واحد، فانا هكتب جنبه هنا الفين عنده فالف. الفين عنده فالف. طب الارتري باشا، باشا هو الارتري عنده مشكله؟ لا، الارتري هاي بريشر. عايز تودي الدم المريخ هيوديهولك، عايز تطلع الدم لفوق هيطلعه، عايز تنزل الدم لتحت هينزله. الارتري ما عندوش مشكله. فالارتري محتاج فين ولا لا؟ محتاج فالف ولا لا؟ لا، فالارتري عنده نو فالف. الارتري عنده نو فالف. الارتري عنده نو فالف. ليه؟ مش محتاجهم، مش محتاجهم. طيب اسالك سؤال بقى، اسالك سؤال، تعالى امسح، تعالى امسح دي. السؤال ده انا سالته لك قبل كده بس هساله لك تاني، ما عنديش مشكله يعني. ده ارتري ولا فين؟ الرسمه اللي قدامنا دي ارتري ولا فين؟ لو قلت لي على حسب اتجاه الدم اجابه صح، بس غلط. اللي قدامنا ده فين، ارتري. اللي قدامنا ده ارتري مش فين. طب الدم ماشي ازاي؟ لا مش مهم، ما انا قلت لك معلومه تانية دلوقتي تعرف بيها الارتري من الفين. ايه هي؟ الفين بيبقى شكله عامل كده يا معلم، بص هرسم نفس الرسمه بالظبط، نفس الرسمه بالظبط. الفين بيبقى شكله عامل كده، اللي انا برسمها جوه دي، اللي انا برسمها جوه دي الفالف. فبعد اذنك لو جت رسمه تعرف تفرق هي. بص بص بص، السؤال مش هيجي كده، السؤال مش هيجي كده، السؤال هيجي كده. هو ده ارتري ولا فين؟ هو ده ارتري ولا فين؟ والله العظيم ده فين. عرفت منين؟ في فالف. لو لقيت في الرسمه فالف انت مش محتاج تعرف دايركشن، مش محتاج تعرف دايركشن، مش محتاج تعرف هي رايح الهارت ولا جاي من الهارت. لو لقيت فالف تبقى فين، لو لقيت فالف تبقى فين، لو لقيت فالف تبقى فين، لو لقيت فالف تبقى فين. طب الارتري؟ لا الارتري ما فيهوش فالف، الارتري ما فيهوش فالف، الارتري ما فيهوش فالف، الارتري ما فيهوش فالف. فيقول لك كلمه رخمه قوي قوي قوي، ايه الفالف اللي في الارتري؟ ايه الفالف اللي في الارتري؟ اجابتها عبيطه. الفالف اللي في الارتري هو الاورتيك فالف والبلمونري فالف اللي على اول الهارت، اللي عند الهارت، اللي في اوائل الارتري. مش مهم تعرفهم. الفين فيها فالف، الفين فيها فالف، الفين فيها فالف، الفين فيها فالف. واقول لك معلومه كمان، اقول لك معلومه كمان، لو سالك سؤال، لو سالك سؤال انا هكتب لك السؤال هنا وهكتبه لك بالاسود، بالاسود. هاو الفين السنت البلد تو هارت، ازاي الفين بتطلع الدم للهارت؟ هقول له اجابتين. بتعتمد على الفالف، بتعتمد على الفالف علشان تخلي الدم ما يرجعش تاني. تاني كلمه بقى دي اللي غريبه قوي، بتعتمد على المصل. يعني ايه بتعتمد على المصل؟ الفين لا حول لها ولا قوه. الفين ما 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 ما, ما لهاش ولا حول ولا قوه، اكيد الكلمه معروفه. طيب تعرف تضغط على البلد عشان تطلعه لفوق؟ لا ما تعرفش. فتعمل ايه؟ تحكها في المصل، تحكها في المصل، هي تلزق في المصل كده. مش مهم تلزق تحت المصل ولا فوق المصل ولا بين المصل، هي بتبقى بين المصل، مش مهم مكانها فين، بس هي بتحكها في المصل.
طب الماسل اول لما تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن عماله تخبط في الفين، الماسل لما بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن عماله تخبط في الفين، فالماسل اللي هي عماله تزق في الفين، ابعدي ابعدي، والفين تقول والله ما انا بعد، انا عايزه اصلا الماسل تفضل تزق فيا كده. ليه؟ عشان الماسل لما بتزق في الفين، لما الماسل بتشتغل جنب الفين، هي اكنها بتزق البلد اللي جوه الفين، اكنها بتضغط على الفين. فالماسل لو اشتغل جنب الفين تطلع البلد. عشان كده الناس اللي عندها دوالي، اللي عندها مشاكل في الفينز بتاعت رجلها، بيقول لها اتحركوا كتير، ما توقفش كتير، اتحرك كتير، يعني تمشي عادي لكن ما توقفش. ليه؟ عشان الماسلز بتحسن الشغل بتاع الفين نفسه، الماسل بتشغل بتحسن شغل الفين. فل قشطه. ودي المعلومه اللي قبل الاخيره اللي انا عايز اعرفها عن الفين والارت. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. قبل ما ناخد اخر معلومه في الارتري وفي الفين، احب بس افكرك بحاجه او افهمك افكرك بحاجه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو الحاجه لما بنصغرها بنعمل فيها ايه؟ بندلعها. سلمى لما احب اصغرها هدلعها، سليمة، احمد لما احب اصغره هدلعه، ميدو. الحاجه لما تبقى كبيره وانت عايز تصغرها بتدلعها. ده كان كلام السنه اللي فاتت، اللي هو اورجان تصغيره اورجانيل بتدلعها. ليه انا بقول لك كده؟ ايه اكبر ارتري في الجسم؟ الاورطه. طيب مش الاورطه ده كان ماشي عمال يتوزع؟ الاورطه ماشي توزع، اول لما توزع بقى اسمه ارتري، ارتري عادي. بعدين قعد يتوزع يتوزع يتوزع، وكل لما بيتوزع كل لما بيصغر في الحجم، كل لما بيصغر في الحجم. فالارتري اللي كان كبير بقى صغير، فبقى اسمه ارتريول، دلعته. اكبر ارتري في الجسم اسمه اورطه. طب لو مش الاورطه يبقى اسمه ارتري عادي. والارتري لما بيفضل يتوزع بيصغر ويبقى اسمه ارتريول. حلو حلو. طب الفين 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 الفين، قالك الفين بتبدا صغيره، فين صغيره يعني فينيول، فينيول تفضل تتجمع 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 لحد ما يبقى اسمها فين. بعد كده تفضل تتجمع لاكبر فين في الجسم اللي هو فينا كيفا. من الاخر الفينيول بتتجمع تبقى فين، والارتري بيتقسم يبقى اسمه ارتريول. الفين والفينيول ايه الفرق ما بينهم؟ بص، الارتري لما بيصغر بيبقى اسمه ارتريول، يعني لما بيتوزع. والفينيول دي الفين الصغيره بتتجمع يبقى اسمها فين. معلومه ملهاش اي تاتين لازمه، ملهاش اي تاتين لازمه، مش دي اللي هتعطلك، مش دي المعلومة اللي هتعطلك في فهم الدرس كله، مش دي المعلومة اللي هتعطلك. ولو المعلومة مش هتعطلك تولع تولع تولع، انت المهم، مش مهم اي حاجة في الدرس، انت المهم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اي بلود فيزل بقى، اي بلود فيزل بيتكون من 3 لير. اي بلود فيزل بيتكون من 3 لير. ادي اول لير من بره، وادي تاني لير من جوه، وادي الاوتر موست لير او الانر موست لير. تعال بقى نلونهم، احنا هنلون تعال نلونهم. اللون ده لون غريب بس مش مشكلة. اخضر، حلو الاخضر اهو. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اي بلود فيزل بيتكون من كام لير؟ 3 لير. اللير اللي بره اسمها اوتر لير. ليه سميت اوتر لير؟ عشان هي اللير اللي بره. طيب واللير اللي جوه خالص اسمها انر لير.
ليه سميت انر لاير؟ عشان هي اللاير اللي جوه خالص. طب اللاير اللي في النص هكتبها هنا، اللاير اللي في النص اسمها ميدل لاير، ما هو مش ابداع. اللاير اللي بره اسمها اللاير اللي بره، واللاير اللي جوه اسمها اللاير اللي جوه، واللاير اللي في النص اسمها اللاير اللي في النص. حلو حلو. بيتكونوا من ايه؟ صلى على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. الاوتر لاير دايما بتتكون من كونكتيف تيشو. الاوتر لاير دايما بتتكون من كونكتيف تيشو. سمكها قد ايه مالكش دعوه، مالكش دعوه ومش مهم، بس الاوتر لاير بتتكون من كونكتيف تيشو. حلو حلو. طب الانر لاير؟ قال لك الانر لاير بتتكون من 1 رو اوف سيل. كلمه 1 رو اوف سيل سمعتها في كلمه قبل كده، اللي هي كانت الابيديرمس. الابيديرمس فعلا هي دي الوان، الانر لير هي 1 رو اوف سيل، بس ما هاش ابيديرمس، اسمها ابيسيليال. ابيسيليال ابيسيليال عشان انا هيومن، عشان انا هيومن اسمها ابيسيليال. 1 رو اوف سيل اللي هي الابيسيليال. وخلي بالك مش هي جوه، يبقى اسمها اندوسيليال احلى. اندوسيليال. بص والله كبر دماغك، هي الانر لاير بتتكون من 1 رو اوف سيل، 1 رو اوف سيل. اندوسيليال ابيسيليال كبر دماغك، هي 1 رو اوف سيل. وخلي بالك 1 رو اوف سيل ناعمه. ال 1 رو اللي جوه ناعمه، ناعمه قوي 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 قوي. ناقص لنا الميدل لاير. قال لك خير اللهم اجعله خير. الميدل لاير بتتكون من سموث مصل. الميدل لاير كان بيتكون من سموث مصل، والسموث مصل كان نوعها انفولنتري. انفولنتري انفولنتري. طب ايه ده؟ استنى 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 عشان ما يسالكش فيها وانت اللي هي. بص بص بص، انا عندي كام مصل في جسمي؟ عندي كم مصل في جسمي؟ عندي كم مصل في جسمي؟ 3. يا إما شكلها عامل كده، يا إما شكلها عامل كده، يا إما شكلها عامل كده. ثانية واحدة. أنا عندي 3 أشكال من المصل في جسمي. مصل مخططة وعمود واحد. مصل مخططة ومفرعة وفيها خطوط في النص. ومصل شبه العين. المصل اللي مخططة وشبه العمود دي سترايتد. سترايتد يعني مخططة. فولنتري يعني إرادية. أنا اللي بتحكم فيها. اسمها سكيليتال مصل. سكيليتال مصل. المصل دي استرايتد فولنتري يعني انا بتحكم فيها. سكيليتال مصل استرايتد فولنتري سكيليتال مصل. ودي ما خدناهاش، دي مش علينا. طب دي قال لك دي بتبقى استرايتد. استرايتد وما بتحكمش فيها. ان فولنتري. وفيها الحتة الموف دي اسمها انتر كاليتد ديسك. انتر كاليتد ديسك. والانتر كاليتد ديسك من السنة اللي فاتت هي اللي كانت بتخلي الحركة ريزميك. مش مهمة مش مهمة مش مهمة. والمصل دي كان اسمها كاردياك مصل. دي المصل بتاعت الهارت. دي المصل بتاعت الهارت. الهارت بيتكون من استرايتد انفولنتري مصل وفيها انتركاليتد ديسك. طب المصلز دي، دي المصلز اللي موجوده في كل حته. المصلز دي اللي موجوده في كل حته.
ما عدا السكيليتال ماسل وما عدا الكاردياك ماسل. يعني موجوده في اليورينري بلادر، موجوده في الانتستين، موجوده في الدايجستيف سيستم، موجوده في كل حاجه. ودي سموث سموث ماسل انسترايتد مش مخططه وانفولنتري، ما بتحكمش فيها، ما بتحكمش فيها لا اراديه. فل فل. فسالك سؤال بقى بعد اذنك، فاكرين الدايجستيف سيستم الحركه بتاعه البريستالسيس بتاعه الامعاء، حركه البريستالسيس بتاعه الامعاء مش هي حركه يعني مصل؟ حركه يعني مصل. طب هل هي حركه بتحرك السكيليتون؟ لا، هي مش سكيليتال مصل. طب هل هي قلب؟ لا. يبقى نوعها سموث مصل، الدايجستيف سيستم فيها مصل اسمها سموث مصل. طيب انا بقول لك دلوقتي ان الحته دي فيها مصل البلاد فيزل، هل هي هتحرك سكيليتون؟ لا، مش سكيليتال مصل، ما خدتهاش. هل هي هارت؟ لا، فهي نوعها سموث مصل، سموث مصل. والسموث مصل بتبقى انفولنتري، ما بعرفش اتحكم فيها. فل. والميدل لاير دي ايه هدفها؟ مش هي مصل؟ فهتقلل الديامتر بتاع الفيزل او هتوسع الديامتر بتاع الفيزل، بتقلل وتوسع الديامتر بتاع الفيزل. ده هناخده الكلام ده السنه الجايه ان شاء الله. السموث مصل دي بتضيق الفيزل وتوسع الفيزل. تخيل انت معاك خرطوم، خرطوم ضيقته هتعلي البلاد بريشر بتاعك، خرطوم وسعته هتقلل البلاد بريشر. السموث مصل دي بتتحكم في البلاد بريشر ازاي؟ بتضيق الخرطوم فتزود الضغط، او توسع الخرطوم فتوسع فتقلل الضغط، تولع. مش مهم، مش مهم. انا عايز مش مهم، انا عايزك في البلاد فيزل ستراكشر، الفيزل ستراكشر عايزك تعرف كام حاجه، عايزك تعرف كام حاجه، تلات حاجات. هو بيكون من 3 لاير، الاوتر لاير كونكتيف تيشو، الانر لاير ابيسيليوم او اندوسيليوم ونعمه ونرو نعمه. طيب الميدل لاير دي اللي بيبقى فيها سموث مصل. فل فل. تعالى للارتري، الارتري خارج من الهارت بهاي بريشر، فلقينا الارتري شكله عامل كده، ادي اول لاير. تاني لاير، تالت لاير. اما الفين شكله عامل كده، الفين شكله عامل كده. تعال نقول، تعال نلون، تعال نلون اللير اللي بره كان لونها اخضر. اصبر، احنا ايه نصغر اللون عشان نعرف نلون براحتنا. اللير اللي بره كان لونها اخضر، اللير اللي بره كان لونها اخضر. لا انت ممكن تجري الفيديو في الحته دي خالص، او كده كده انت مسرعني، فمش هتفرق معاك لو انا خدت نص دقيقه من وقتك بلون. لا دي نكبر، نرسم دي الاول بعد كده نكبر. اها لون. صلى على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. ممكن تقول لي البلاد فيزل بيكون كام لاير؟ 3 لاير، الاوتر لاير والميدل لاير والانر لاير. الميدل لاير والاوتر لاير والانر لاير. سؤال بقى، الانر لاير 1 رو اوف ابيسيليوم، الاوتر لاير كونكتيف تيشو، طب الميدل لاير سموث مصل، سموث مصل الميدل لاير بتاعت السموث مصل. طب هنا برضو نفس الكلام، اوتر ميدل انر. يسالك سؤال يا معلم، يسالك سؤال بعد اذن سيادتك، شايف الفرق ما بينهم ولا لا؟ اه شايف. ايه الفرق ما بينهم؟ الميدل لاير هنا كبيره، الميدل لاير هنا قليله صغيره. فالوول سيكنس من هنا لهنا، الوول سيكنس في الارتري كبير،
السمك بتاع الوول تخين، هنا الوول تخين، اما هنا الوول رفيع. الوول رفيع، الارتري الوول تخين، الفين الوول رفيع. عرفت منين او ليه هنا الوول تخين وهنا الوول رفيع؟ قال لك مش ده يا معلم هاي بريشر، مش ممكن يفرقع. خلاص خلي الوول تخين عشان ما يفرقعش منك. طب ده لو بريشر، مش محتاج الوول في حاجه، كده مش هيفرقع، البريشر فيه قليل. فهنا عايز وول قليل، هنا عايز وول كتير. طب اسالك سؤال، هو البلد بيمشي فين؟ البلد بيمشي في الحته دي، البلد بيمشي في الحته دي. فيسالك سؤال، الكافيتي اوسع فين؟ في الفين ولا يعني الحته اللي في النص، الماسوره من جوه، الخرم بتاع الماسوره من جوه واسع فين؟ في الفين ولا في الارتري؟ قال لك الكافيتي في الفين واسعه، الكافيتي في الفين واسعه، الكافيتي في الفين واسعه. اما الكافيتي في الارتري الحته دي الحته الصغيره دي اللي هيمشي فيها البلد. البلد بيمشي في حته صغيره ضيقه فل. الفرق ايه ما بينهم؟ هما الاثنين بيكونوا من نفس الحاجه. الفرق ان في الميدل لاير في الارتري كتير، اما الميدل لاير في الفين قليله فل. قشطه. ودي اخر حاجه بين الارتري والفين، دي اخر حاجه في الارتري والفين. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اخر حاجه في البلاد فيزل، فكرني كده، انا قلت لك هو الارتري لما بيصغر بيبقى اسمه ارتريول، ارتريول. ثانيه واحده، طب الفين كان اسمه فينيول واتجمع بقى اسمه فين؟ فل. اسالكم بقى سؤال، هو ايه الفانكشن بتاعت البلد؟ ايه الفانكشن بتاعت البلد؟ هو انا ليه بوصل الارتري من الهارت للجسم؟ وليه بوصل ليه بوصل الفين لحد الهارت؟ يعني ايه الهدف من ده كله؟ قال لك الهدف من ده كله انك تعمل اكستشينج على الاقل للاكسجين. استنى، يعني مثلا انا رايح لصباع رجلي، اهو صباع رجلي، مين اللي داخل لصباع رجلي؟ الارتريول داخل لصباع رجلي، داخل يديله الاكسجين اللي معاه، وهياخد منه الكربون دايوكسيد ويطلع في الفين. من الاخر نمسح، امسح 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 امسح، انا ترددت خلاص. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. من الاخر الارتري رايح يسلم اكسجين، والفين وظيفته ان هو ياخد كربون دايوكسيد يوديه لللنج او يوديه للهارت، يوديه لاي مكان، يوديه اي حته، ماليش دعوه. اهم حاجه ان الارتري بيودي اكسجين والفين بياخد كربون دايوكسيد. حلو. الدم عامل زي الاتوبيس، انت راكب الاتوبيس رايح مكان معين، اهو ثانيه واحده، الاتوبيس اهو. طول ما انا في الاتوبيس ده هو البلد، طول ما انا في الارتري مين اللي راكب الاتوبيس؟ الاكسجين. طيب طول ما انا في الفين الاتوبيس اهو، الاتوبيس هو البلد. طول ما انا في الفين مين اللي راكب الاتوبيس؟ الكربون دايوكسيد. يعني انا ايه هدفي؟ انا كاتوبيس ايه هدفي؟ هدفي ان انا اروح للمكان انزل الاكسجين واركب مكانه الكربون دايوكسيد واتحرك. اتفقنا؟ طيب اعتبر البلد زي الاتوبيس، واعتبر يا عم انت الاكسجين. في الارتري انت ماشي ببريشر قول 80، في الارتري انت ماشي ببريشر قول 80، وفي الفين انت ماشي ببريشر قول 15. الدم ماشي هنا هنقول بسرعه 80، وماشي هنا بسرعة 15، ماشي هنا بسرعة 80 وماشي هنا بسرعة 15. هل هتعرف تنزل من الأتوبيس ولا لأ؟ أنت كأكسجين هتعرف تنزل من الأتوبيس وهو ماشي بالسرعة دي؟ لأ مش هتعرف تنزل. طب أنت ككربون دايوكسيد هتعرف تركب الأتوبيس وهو ماشي بالسرعة دي؟ لأ. الأرتري طول ما أنا في الأرتري ما بعرفش آخد حاجة من البلد، وطول ما انا في الفين ما بعرفش احط حاجه في البلد.
يعني الارتري وظيفته ينقل بس، مش هين الارتري. طول ما انا في الارتري مفيش حاجه هتخرج من البلد ومفيش حاجه هتخش البلد، وطول ما انا في الفين مفيش حاجه هتخرج من البلد ومفيش حاجه هتخش البلد، مستحيل. ليه؟ عشان ده اتوبيس ماشي بسرعه، ولا حد هيعرف يركب ولا حد هيعرف ينزل. يعني هنعرف نعمل اكستشينج ولا لا؟ هنعرف نعمل اكستشينج؟ نو. مش هنعرف ننزل ونطلع. هنعرف نعمل اكستشينج؟ نو. عشان هما صراع، البريشر فيهم عالي. عشان كده ربنا خلق لنا حاجه اسمها، هنعملها بالازرق، لا ما الازرق موجود، هنعملها بالبني، حاجه اسمها بلاد يا هادي بالبني، بلاد كابيلاري، بلاد كابيلاري. بلاد كابيلاري واقفه بين الارتري والفين. ربنا خلق لنا بلاد كابيلاري واقفه بين الارتري والفين، ودي المحطه. يعني ايه المحطه؟ المحطه اللي الاتوبيس هيجي يقف فيها، ينزل الاكسجين ويركب مكانه الكربون دايكسايد ويتحرك تاني. بين الارتري والفين في بلاد كابيلاري، ربنا خلقها زي المحطه اللي هيحصل عندها اكستشينج. طول ما انا ارتري والله ما حاجه هتخرج مني، طول ما انا فين والله ما حاجه هتخشني. طب انت عايز تخرج مني، عايز تخرج من البلد، روح على البلد كابيلاري اخرج براحتك. طب انت عايز تخش البلد، روح على البلد كابيلاري ادخل براحتك. بين الارتري والفين ربنا خلق لنا بلد كابيلاري، بين الارتري والفين ربنا خلق لنا بلد كابيلاري تو الاو الاكستشينج، عشان تدخل الاكسجين وتاخد مكان الكربون دايكسايد. البلاد كابيلاري هدفها اكستشينج، البلاد كابيلاري هدفها اكستشينج. فل فل فل. اسال سؤال، مين اللي اكتشف البلاد كابيلاري؟ واحد اسمه مالبيجي. مالبيجي مهم اسمه يولع 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 اسمه مالبيجي. احنا قلنا ثلاث اسامي علماء، ابن النفيس ده اول واحد يتكلم على البلاد سيركيوليشن، ويليام هارفي هو اللي اتكلم على الكومبليت سيركيوليشن، او هو اول واحد وصف السيركيوليشن. اللي اكتشف البلاد كابيلاري هو مالبيجي، يولع الاسم. انا دلوقتي عندي بلاد كابيلاري بين الارتري والفين بتعمل اكستشينج. يعني ايه بتعمل اكستشينج؟ هتحط الاكسجين وتاخد مكانها الكربون دايكسيد. طيب البلاد كابيلاري شكلها عامل ازاي؟ انا هرسم لك بلاد كابيلاري واحده بس، الديامتر بتاعها بيبقى 0.0. الديامتر بتاعها كام في الكتاب؟ 7 تو 10 مايكرون. مش هنقولها بالملي، هنقولها بالمايكرو. مايكرون الديامتر بتاعها صغير قوي 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 قوي، والبريشر بتاعها بيبقى 5 مليمتر ميركوري، بريشر قليل قوي. والبريشر ده ليه ربنا خلقه؟ تو الاو الاكستشينج. البلاد كابيلاريه الواحده، الكابيلاريه الواحده الدايمتر بتاعها من 7 ل 10 مايكرو، البريشر بتاعها قليل جدا 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 جدا. حلو حلو. طب شكلها بيبقى عامل ازاي؟ قال لك هي بتبقى عباره عن نتورك. يعني ايه نتورك؟ يعني الارتريول داخل، الارتريول داخل، الفين خارج، هي بقى بتبقى نتورك، بتبقى شبكه مع بعض. واللي في النص هنا بيبقى الخلايا، هنعملها بلون مختلف. اللي في النص بين الشبكه دي بيبقى السل، سل 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 سل، عشان توصل البلاد لكل السل، عشان توصل البلاد لكل السل. تعرف يعني البلاد كابيلاري؟ هي تيوب من 7 ل 10 مايكرو بتوصل بين الارتري والفين تو الاو اكستشينج، وبتوصل بين الخلايا كلها. فل فل. طب الاستراكشر بتاعها نفسه، هي عندها لو بريشر، هل محتاجة تتكون من 3 layers؟ لا، هي بتتكون من الكابيلاري، التيوب دي كلها بتتكون من 1 layer only، واللاير دي كان اسمها ابيسيليوم اللي هي الانر layer، اللي كانت inner layer في الارتري واللي كانت inner layer في الفين. تعرف يعني البلاد كابيلاري؟ تيوب صغيرة
تيوب صغيره البريشر فيها قليل، بتتكون من 1 لاير بس وبتخش جوه الخلايا. فيسالك بقى هل هي بلسيتنج؟ لا معرفش، يبقى لا. هل هي فيها فالف؟ لا معرفش، يبقى لا. الارتري معروف والفين معروف، اللي بين الارتري والفين هو البلاد كابيلاري، اللي بين الارتري والفين هو البلاد كابيلاري. واشهر حاجه في البلاد كابيلاري انه اللاو اكس تشينج، اشهر حاجه في البلاد كابيلاري انه اللاو اكس تشينج. فل، انا كده خلصت البلاد فيزلز الثلاثه، ارتري وفين وبلاد كابيلاري، ارتري وفين وبلاد كابيلاري، والثلاثه سهلين وان شاء الله اسئلتهم تبقى سهله. الفيديو خلاص خلص، انا هشرح البلاد فيزل في فيديو لوحده، البلاد نفسه في فيديو لوحده. قبل بس ما الفيديو يخلص، قبل ما الفيديو يخلص انا عايز اسالك سؤال ملوش علاقه بالبايو شويه، ملوش علاقه بالبايو، وسؤال انا بشرحه انا يعني انا بقوله عشان بحب الفيزيكس. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دي ماسوره كبيره، ايه اللي هيحصل لو الماسوره بقت صغيره؟ البريشر هيزيد ولا هيقل؟ ماسوره كبيره ببريشر، لو الماسوره صغرت البريشر هيزيد ولا هيقل؟ البريشر هيقل، هيزيد. البريشر هيزيد. يعني ايه هيزيد؟ انت معاك خرطوم ميه، لو انت سديت الخرطوم من قدام يعني ضيقت الخرطوم، الميه هتطلع اسرع فالبريشر يزيد. في الفيزيكس كده في مقوله بتقول لك كل ما تصغر الدايمتر بتاع الفيزل كل ما البريشر بيزيد، كل ما هتصغر الدايمتر كل ما البريشر هيزيد، كل ما هتصغر الدايمتر كل ما البريشر هيزيد. حلو حلو. طيب ازاي الارتري الكبير البريشر بتاعه 80 والبلاد كابيلاري الصغيره، مش احنا قلنا كل ما بنظهر كل ما البريشر بيزيد؟ ازاي بقى البريشر الارتري الكبير عندنا البريشر بتاعه 80 والصغير البريشر بتاعه 5 مليمتر ميركري؟ ازاي الفيزل صغر والبريشر اللي فيه قل؟ مع العلم بتوع الفيزياء بيقولوا لنا ايه؟ ان كل لما الديامتر بيقل كل ما البريشر بيزيد. لما شفنا الكلام ده في جسمنا طلع لا، كل ما الديامتر بيقل كل ما البريشر برضه بيقل. ايه الاكسبلينيشن؟ ايه الاكسبلينيشن؟ انا هقول لك، والحته دي انت هتاخدها في الفيزيكس اعتقد في اخر الفيزيكس، يا الترم ده الترم الجاي، ولو ما خدتهاش تبقى كويس. بص ده واحد داخل وده اتنين خارجين، فل. الدايمتر بتاع ده كام؟ 1 متر مثلا. الدايمتر بتاع ده كام؟ مثلا 30 سنتي. الدايمتر بتاع ده كام؟ 30 سنتي. طب انا عايز اعرف البريشر هيقل ولا هيزيد؟ في حته كده تقول لك ايه؟ اللي داخل واحد، طب اللي خارج اجمعهم مع بعض هيبقوا كام؟ هيبقوا 60 سنتيمتر. معنى كده ان انا وانا ماشي كده الدايمتر بيقل ولا بيزيد؟ كنت متر بقت 60، الدايمتر بيقل. طب لو الدايمتر بيقل البريشر هيزيد، البريشر هيزيد، وقاعدة الفيزياء صح. طيب في جسمي الدايمتر ده مثلا 1 سنتي، لما بيتقسم، لما بيتقسم بيتقسم لاثنين، ده بيبقى 0.7 سنتي وده بيبقى 0.7 سنتي. اللي داخل كام؟ 1 سنتي. اللي خارج كام؟ اجمعهم مع بعض، مش بتعمل كل واحد لوحده، بتجمع كله مع بعض. اللي خارج 1.4 سنتي. معنى كده ان انا بصغر ولا بكبر؟ انت لو انت شفت واحد بس بتلاقيه بيصغر، بس انت لو شفت الاثنين مع بعض هتلاقيهم بيكبروا. ايه ده؟ سنتيمتر. الاثنين مع بعض بيكبروا، فمعنى كده ان طول ما انا بتوزع طول ما الدايمتر بتاعي بتاعنا كلنا بيكبر فالبريشر لازم يقل، البريشر بيقل. الحته دي بتاع الفيزيكس اشرحها احسن مني بكتير، الحته دي بتاع الفيزيكس اشرحها اكتر مني بكتير. والله لو في داخل وخارج بتجمع كل اللي داخل وبتجمع كل اللي خارج، لو بيزيد
لو الدايمتر بيزيد البريشر يقل، طب لو الدايمتر بيقل البريشر يزيد، بتجمع كله مش بتتكلم على واحد بس. فل؟ ما فهمتش الحته دي؟ اصلا مش علينا، ده حته فيزيكس، ولو انا شرحتها وحش عشان انا مش بتاع فيزيكس اصلا. انا احب افهم فيزيكس، ما احبش اشرح فيزيكس. فل؟ انا اتكلمت على ارتري فين بلاد كابيلاري، خلصت البلاد فيزلز بعد اذنك احفظهم واعمل لي جدول ارتري لوحده وفين لوحده، جدول ارتري لوحده وفين لوحده بلاد كابيلاري لوحده، وانا هصور لك جدول وابعته لك. فل؟ ذاكر الحته دي كويس، ذاكر الحته دي كويس، علشان الجزء الجاي بتاع البلاد برضو عايز منك تركيز. هو مش صعب، هو سهل جدا جدا جدا، بس عايز منك تركيز. وسوري لو انا طولت عليكم. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.